المواطن ده قال لحضرتك طلب حضرتك رديت عليه قلت له ايه؟ يعني المواطن ده ليه شكوى وهو مواطن وليه حق على حضرتك ولجا لك دلوقتي، انت هتتصرف في الموضوع ازاي؟ قلت له خلاص هيكون له ورق الموبايل بتاعي وانا هشوف، بس عشان دلوقتي في ازمه دستوريه وقانونيه. اه دي بتهم كل المجلس. بس ده من الطبقه اللي هي مستاهله ان حضرتك يعني تبص لها بعين الاعتبار. هو انت مدارت ايه؟ ده اي دايره انت؟ انا مواطن. مواطن ماشي ماشي، مش مديت الشروط. مفيش مشكله انت بس هديك الكارت وباسمك. لان 20 يوم يا فندم انا في الشارع ودوليه بتاع البلاد. طب انا ما اعرفش اقابله بعد ال بعد الورق ده كله، ما اعرفش اقابل حد يا فندم. انا اسف يعني، انا اسف يعني. هذا دستور وقانون. انا ما حدش يقول مجلس الشعب اللي هو مجلس النواب اللي اختاره الشعب، هو سيد قرار الشعب، صاحب السياده ومصدر كل السلطات وسلطان كل السلطات. الشعب جاب. ايوه انا مش عارف اخد حقي، يعني حق الشعب ازاي؟